عالم الجهر والأسرار، سبحانه وتعالى غافر الذنوب القادر الستار، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله سيد الأخيار، شفيعنا للجنة ومنجينا من النار. وصل اللهم وسلم على أهله وصحبه الطيبين الأطهار، وعلى من تبعهم وعلى نهجهم سار. أستغفرك ربي من الخطايا والأوزار، وأطمع في جنة تجري من تحتها الأنهار. اللهم الحقنا بعبادك الأبرار. آمين 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 يا مقدر الأقدار. سيد الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس الجامعة، أستاذنا الودود، راية الحامل وراية التطوير رغم كل القيود، مخلصا ووفيا بالالتزامات والعهود. هدفك راحة الطلاب وتذليل الصعاب وتحطيم ما يقابلهم من سدود. ربنا يحميك ويحفظك ويبعد عنك كل حاقد وحسود. شرفتنا بحضورك المعطر بالورود. أستاذنا، نحن نجدد لك المواثيق والعهود، سنقف خلفك مواقف الأسود، أنت قائدنا ونحن لك كتيبة الجنود. معالي السيد الوزير المحافظ دكتور أيمن عبد المنعم، الرجل الهمام، أجمل تحية وأعظم سلام لعنوان السماحة وأهل الاحترام. أنت لنا أجمل هدية وصورتك وسام، من حبنا فيك بنشوفك حتى في الأحلام. سوهاج كلها بتحبك، العجوز والشاب والغلام. وجودك معانا كنز، وبعدك عنا والله حرام. ربنا يرضيك ويوفقك ويجعل خطاك دايما للأمام، لك منا كل التقدير والاحترام. ألف سلام من القلب وأجمل تحية للحاضرين من الجهات الأمنية، وأيضا ممثلي الجهات الرقابية والحربية، وكمان الحاضرين من الطوائف الدينية. دي ناس شغالة بحب وجدية وهم على قد المسؤولية. الدولة بيهم عظيمة وقوية، والناس متمتعة بالحرية. شكرا للعمداء والوكلاء والضيوف على حضورهم، نورتوا الكوامل والجامعة والكلية. تحية قوية للنواب السوهاجية اللي في المجلس صامدين، هم اللي بيساعدوا الناس المحتاجين وكل المشاكل حاسين والحلها واقفين. اهلا وسهلا بيكم في كلية التجارة مشرفين. بلغوا سلامنا للريس وخليكم فاكرين، وقولوا له احنا لفخامتك منتظرين، ووصفوا له قد ايه احنا للقاء مشتاقين. الشكر لفريق الجودة البناء، بيعمل كل شيء جميل وعنده انتماء، شغلهم مش عادي واسمهم لامع في السماء. والشكر ايضا لاتحاد الطلاب، ولاد وبنات شغالة على أرض الكلية، أعمالهم ظاهرة وفعالة من لجنة علمية واجتماعية وكمان جوالة. الشكر لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين.
مثال الصبر والكفاح. نورتوا الكلية، نتمنى لكم التوفيق والفلاح. خلوا هدفكم دايماً